وصل صوتك. مرحبا بك. غياب رئيس الحكومة اليوم عن جلسة المساءلة، المعارضة تنسحب احتجاجا وبصدد إعداد لائحة سحب ثقة من الحكومة، كيف تعلق عليها؟ والله نعلق عليه أنه معناها هذا تواصل لما نسميه هنا بسوء الإدارة السياسية على المستوى الوطني والمحلي للأزمة اللي صايرة في سريان وغيرها من الأزمات. اللي صاير في سريان هي أزمة اجتماعية في البداية كان يمكن حلها بحوار على المستوى الجهوي، ما صار الحوار الجهوي خط الوالي كان يشوف بوات عليه، وإحنا من الأول كنا نقول ويلزينا من التعيينات الحزبية نجيب والي من النهضة ولا غيره، لأنه هذا يخلق مشكلة متاع شك. الوالي ما كانش في المستوى متاع إدارة الحوار، وظهر من مستوى ردوده. الوالي والسلطات الجهوية تقولوا أنه يعني اتحاد شغل والمكونات المجتمع السياسي في سليانة رفضت التحاور مع الوالي لأنه فقط لأنه نهضة. إيه هذه مشكلة لازمك تحلها، خاطر أنت تو كتعمل السياسة معناها لازمك تشوف منتج. إذا كانوا مرفضوه خاطر نهضاوي معناها نهضاوي ما يمشيش في سليانة. معناها شو مش نعملوا كيما عملوا اليوم جماعة سليانة، خرجوا من سليانة قالوا بين خلوا سليانة للوالي. مش تبدل شعب سليانة وتخلي الوالي. السياسة بالنتائج، إذا كان ثم حد حتى يكون أحسن واحد تعين، إذا كان تعين موظف يكون هو أحسن واحد في الكفاءة، إذا ما قبلوش الناس ثم مشكل تخليه على جهة. مصلحة الدولة والمصلحة العامة هي أهم. السيد هذا حتى يقول هو الحجارة هذه المستوردة هذه، علما أنه راه بين قوسين حجارة كسر أحسن حجارة في حجارة في الجمهورية. معناها جماعة سليانة مش محتاجين يجيبوا منها حجارة خاطر كسرة معروفين منها بتكسير الحجارة وغيره. إنه كسرة ومكثر والروحية تشوف أنت من رد الفعل متاعه أن هو السيد هذا مش في مستوى إدارة معناها المسألة. المهم صارت بداية من مشكلة الوالي ما دارش الموضوع على مستوى المحلي، صار سوء إدارة على المستوى الوطني. أنك تشوف أنت كيفاش معناها السيد الوزير الأول بالأمس أدار اللدة الصحفية وقراره حول هذا الموضوع، تفهم أنه ثم مشكل كبير متاع خوف والأطراف السياسية تتهم في أطراف أخرى، نداء تونس وجبهة الشعبية واتحاد الشغل والعالم كل ومواطني سليانة، وصارت كأن ثم عنا شعب التونسي وعنا شعب التوتسي. وهذا هو اللي خلى أنه بكل أسف اليوم في المجلس الوطني التأسيسي هي وضع أنه تكون فرصة لاستغلال الوضع. ما معنى الشعب التونسي وشعب التوتسي محسن؟ يعني مثلا هنقول لك معناها كي تقول أنه احنا يجيك واحد من الطرف السياسي يقول لك نحن نتكلم باسم الشعب التونسي وانتخبنا به، جماعة سليانة اللي هما يظهروا شكون هذوك؟ شعب التونسي ولا؟ نعم. أنا سألتهم بالأمس في حوار قلت لهم أين هي الأغلبية في سريان، علاش ما خرجتش ناس معناها يتمثل الأغلبية هذه ورضت الناس؟ هذاك هو الشعب التونسي. يلزم رجل السياسة يتحلى بالحكمة الكافية باش يفهم أنه ثم أزمة تتطلب جرأة وشجاعة لحل المشكلة حتى لا تتحول إلى مشكلة أكبر من اللي قاعد صاير. غياب رئيس، نرجعك لسؤال، غياب رئيس الحكومة عن الجلسة العامة اليوم كيفاش تفسروا؟ نفسروا بسوء الإدارة متاع السيد رئيس الحكومة بكل أسف، والحكومة اللي يحصل وحولوها إلى مشكلة. نسمعت البارح رئيس الحكومة يتكلم كين وزير داخلية شد ورقة ويقرأ في الإصابات، مش هذا دوره، ويربط مصيره بمصير الوالي، مش دوره رئيس حكومة. المفروض عمره ما يربط دوره لا بوزير ولا برئيس حكومة، يخلي بوالي يخلي ديما عنده مجال للعمل وغيره. أنا أعتقد أن الحكومة تصرف بخوف. رئيس الحكومة في البارح يقول هل هي ثورة ثانية وكأنه يعبر على مخاوفه، مش هذا هو دوره. يجب يكون عنده ربط الجأش الكافية باش يعرف أنه ثم مشكلة تتطلب قرارات شجاعة. ورجال السياسة ورجال الدولة في الظروف كما هذه إذا كان الوالي هو مشكلة سهلة، رفع الاحتقال سحب قوات البوليس، الوالي هذا يتم اقناعه أنه يستقيل حتى يحفظ وجه الوزير الأول ومش بضر الوزير الأول يقيله باعتبار الوزير الأول ربط مصيره بمصيره، يستقيل هو، يتكون لجنة من الحوار على مستوى الجهة وفي اتحاد الشغل وكل حتى مكونات. كان الفكرة كانت قائمة حرقته أنت تو محسن مانيها. نعم عفوا، حتى كان الفكرة كانت قائمة عنده حرقته محسن أنت. لا ليه بالعكس تماما، قاعدات هي أفكار، هم يقولوا أنتم ما تعرفوا شو مقترحات، هو مقترح في عوض أنه إذا كان الوزير الأول عمل بكل أسف العملية اللي ما تصورش صائبة، أنه قال ما نمشي إذا كان ما يخرج هو نخرج أنا بعده، قال إن شاء الله بعد ذلك. يعني يحب يقول أن نحب نفقد ارتباط بين مصير الوزير الأول للحكومة وهذا الوالي، ونقول الوالي هذا استقيل أنت لحفظ ماء وجه رئيس الحكومة حتى رئيس الحكومة تتفتح يديه ويجمع الناس في سليانة ويلقاو حل. اطلق صراحة المساجين اللي هم قاعدين مسجونين الآن، شوفوا شنو الوضعية يلزمها معناها الناس اللي هي تضرت ونتحولوا إلى مسار مختلف حتى نوقف الحكومة. فتحت ابتداء من غدوة المجال الحوار مع بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل، ممثلين جهويين وممثلين على الاتحاد العام التونسي للشغل ليتحاور حول ربما الوضعية أولا، ولجنة التحقيق أيضا، لجنة التحقيق أيضا اللي باش تعمل تحقيق في ظروف الكل، وربما هذا بتكون نتيجته إقالة الوالي إن شاء الله. أول شيء الحوار هذا كان مفتوح، أنا نحب نسأل ما الذي دفع
الترويكا أن هي لا تنخرط بشكل جدي في مبادرة الحوار الوطني اللي دعا عليها الاتحاد عام تونسي للشغل منذ أشهر، وعلاش ما دخلوش فيها؟ وكان دخلوا فيها رأي ما صارش الاحتقان هذا على المستوى الوطني. ثانيا، ما الذي حصل في لجنة التحقيق متاع 9 أبريل اللي يبدو أن احنا يلزمنا نعملوا نستدعي شياطين الجن وشياطين البحر باش نعرفوا الحل النتيج متاع التو من 9 أبريل؟ ما عرفناش شكون ضرب، تصور شفناهم العباد، شفناهم قصنا طولهم قصنا عرضهم، الناس اللي ضربوا شفناهم بالعصي كذا، إلى حد الآن ما ثماش حد رشني. إذا كان لجنة التحقيق باش تولي حتى هي تحق في المحقق وفي التحقيق، ما ثم مشكل ثقة حقيقية. لابد أن نعرف. أنا أدعو هذه الحكومة وراو نقولوا لهم ما احناش نعملوا في الشعبوية، احنا نقولوا لهم أنه نجاحكم وقلة الاحتقان في نجاحنا جميعا. لذلك رجاء ما تبدأوش ترهنوا رواحكم بأطراف سياسية معاكم في الترويكا اللي هي أطراف مغامرة. فكروا في المصلحة العامة متاع البلاد. من هي الأطراف المغامرة؟ ثم أطراف مغامرة، الأطراف اللي الآن تعمل في الإقصاء الاجتماعي تعمل في الاقصار كذا ومحضر مشروع متاع اقصار، طرف مغامره. ثم طرف مغامره معهم هما رابطين واحد، طرف مغامره شو يحبوا هما؟ هل يحبوا يكونوا هما الاقصار حركه النهضه متبنيته يعني متبنيته ومشي لطلبته لكن متبنيته به تقدمت به مع حركه وفاه وحاول. عندك الان 3 أنواع متاع اقصار، الاقصار الاجتماعي هاو نشوفوا فيه في اقصار معناها مواطني سليان اللي صاروا كلهم غلطين، نعم يعني قصينا ولاية كاملة. عن الإقصاء السياسي شكري بالعيد والجبهة الشعبية صاروا هما فهمتوا المسؤولين على حكاية مسار في سريانة. حتى انتوما لا احنا زادنا كان سي 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 اللوز. اللوزك عنده بعد رؤية، عنده بصيرة أخرى، هذاك يشوف خارج السياسة كمانا عنده من جماعة أهل الخطوة ما شاء الله عليه، هذاك ينظر لبعيد. لكن anyway معناها وزير الداخليه اللي يبدو عنده ارقام معنا معطيات التوم عطانا معناها تفاصيل، قال طرف معين ولو نزه الطرف هذاك على اللي يحكي عليه على المقام به. لكن سي بشير عليك سي الحبيب اللوز هذاك عنده رؤيه، هذاك مصحاب الخطوه. المهم شاف ان احنا زاد في نداء تونس. والاقصاء الثالث هو اقصاء ناس فئه كامله خارج اطار القانون يحبوا كيفاش يحبوا بالاقصاء المتتالي هذا وبالروح هذايا، كيفاش يحبوا الناس تتعامل معاهم وتحط يد في اليد باش تحل المشاكل الاجتماعيه. هم في الواقع يقصون يحاولون الاقصاء ولكن يقصون انفسهم، وانا ارجو ان لا يجدوا انفسهم في الرباعيه التاليه. اولا الرباعيه الاولى ان هي الرباعيه اللي نعرفوها التاريخيه، اول شيء انه اسفي والمي كبيران. الربع المسألة الثانية أنه والله العظيم بكل حزم، والثالثة أنه فهمناكم، والرابعة أنه غلطونا، والخامسة مع السلامة ما يدخلوش في المنطقة هذه. من الأحسن أنهم هما من الآن يفهموا أن هناك مشكلة تطلب وفاق وطني. طيب محسن، في كلمة، لائحة سحب ثقة قاعدة تعد الآن، هل حركة نداء تونس تساند هذه اللائحة؟ والله يشوف قصقة سحب الثقة نعرف أنه هي في كل حالات مش يكون عندها نتيجة في المجلس التأسيسي، أنه ثم أغلبية. السياسة هي بالنتائج. أنا غيوض سحب الثقة أرجو إلى إعادة الثقة، وإعادة الثقة تتطلب أنه نقنع هؤلاء الناس، نقنع الحكومة يا سيدي لا خوف عليكم ولا هم يحزنون، تعملوا في أخطاء ما ثم حتى شك في هذا، واعترفوا بأخطائكم ما ثم حتى شك، ما عندكمش دراية بإدارة الدولة هذا نعرفوه، وجيتوا في الوضع هذايا وما تعرفوش كيف تخرجوا منه هذا نعرفوه. ثم ناس قادرين يساعدوا البلاد، مش انتم، احنا مش منش فيكم، هم في البلاد ان نخرج الوضع هذا، نرجعوا الثقه ما بيننا ولو حليكم من قضايا هذه الاقصاء والقضايا هذه الجانبيه والقضايا نتاع محاوله تاخير الانتخابات والسطو على البلاد والاستحواذ عليها. تونس لا تبلع، تونس تبتلع ولا تبلع. كانك محسن سامحني هوني، كانك تقول لهم راه احنا قادرين نخرجوكم اما بشرط انكم تنحيوا الاقصاء هكا. لا, لا 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 لا، انا قاعدين نقول لهم نعود الى مسار الانتقال الديمقراطي على الانتخابات، نحبوا تاريخها. نعم. اولا، ثانيا ثم هيئه مستقله انتخابات رجعوها، الدستور نحبوه ديمقراطي ما تستحوذوش على الدوله بالتعيينات الحزبيه. ثانيا ثم قضايا اجتماعيه واقتصاديه يلزم تهتموا بها، انه التهميش هذيك الولايات اللي عملت الثوره هذيك يلزم تكون عند الاولويه ويلزم حوار حولها. يجي نتفقوا على هذا سواء انتم ولا احنا، ما حش مهمين، المهم صحه البلاد. رقعه الاحتجاجات محسن ربما في 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 سليانه اللي لم تهدأ بالرغم الخطابات نتاع البارح والتلبارح واليوم، تصريحات وزير الداخليه وزراء رئيس الحكومه، توسعت ربما لاحداث اليوم في الكيف، ان شاء الله ما تطورش في جندوبه زاد، ان شاء الله ما تطورش. اذا سؤالي هو حتى حد معناه ربما اليوم نجم يقول الحكومة نجحت، واضح أن الحكومة فشلت في خطابها السياسي وفي معالجة الأزمة بالخطاب الرسمي اللي يتحمل المسؤولية، ولكن هناك تحميل المسؤوليات من الطرفين، المعارضة نبدأ بنداء تونس مثلا ولا الاتحاد شغل ولا بعض الأحزاب المعارضة يحملوا المسؤولية للحكومة، أنت سبب الحكومة تقول لا فما أطراف هي السبب لين حتى ينزل مستوى الحوار. اليوم السليانة هي اللي في الوسط
وما صار فيها حتى شيء لتو، بالعكس الوضعية قاعدة تأزم والعركة قاعدة بين السياسيين، شكون المسؤول شكون مش مسؤول. أنت كنت نادي تقبل بأرضية خطاب سياسي ووفاق ونداء تونس وكل أغلبية الأحزاب دعات إلى طاولة الحوار بين مختلف الأحزاب، اليوم مرينا منه حتى شيء، وبسبب غياب هذا الحوار بين مختلف الأحزاب الوضعية في تونس تزاد تأزما. من هو القادر اليوم على إنقاذ الوضع؟ شوف ثم حاجة أنا راني معناها نتفهم سؤالك في نفس الوقت، ما نجموش نحطوا معناها الحكومة والناس اللي قاعدين ينتقدوا عملها والأهالي سينية في نفس الكفة. يا أخي هذه ناس احتاجت بشكل سلمي، تم مواجهتها بأشكال غير سلمية. إيش نعمل إحنا تو كناس اللي إحنا محلش في الحكم؟ نقولوا بارك الله فيه الحكومة، نقولوا بارك الله فيهم الناس ضربوا برش، نقولوا بارك الله فيهم اللي هو محلوا الأزمة بطريقة بتكلم عليها الأزمة قاعدة محلولة. كما سمعت أنا في مزايك قال المواطنين كلهم بيتبادلون في القنبلات والناس فرحانين. نحب نفهم مش توه تحبوا منا احنا معناها كناس مش في الحكم، مش نقولوا قاعدين نقولوا انه مادام ها تشوفوا انتاج، تشوفوا انتاج المواطنين اليوم الثالث على التوالي قاعدين في ضرب عام، والحكومة الوزير الاول نتاعها قاعد يخرج في قرش ضرب من وزير من 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 عون امن، قرش ضرب من كذا، قرش من كذا، وما عطى حتى حل، بس اثناء انه قال ما عادش ثم ديجاج والوالي ما كذا، يعني ثم تسكير باب. واحنا قاعدين نقولوا لهم راهو هالفترة هذه فترة هشة، ما زالت فترة انتقالية يا ناس، افهموا وراكم مش تحكموا بالطريقة هذه. هذه إن شاء الله بعد 5 سنين في تونس نحكموا بالطريقة هذه متاع المؤسسات الصارمة وببرلا. يلزم جو من الوفاق ومن التوافق، وما تربطوش رواحكم بغيره. إذن هذه سيريانة في عينينا، وأنا نحب نقول بالله شنو مش يرجع البصر لعين واحد عماه في سيريانة. كلامنا في التلفزة تقول كلامنا في الراديو حتى شيء مجال غير. أنا أرجو أنه العماء اللي جاء لعين من عيون أهالينا في سيريانة اللي هي مستحيل هذيك نعمة البصر هذيك تعادلها أي خطاب سياسي. إن شاء الله هاك البصر هذاك اللي مشى من عين يجي البصير السياسيين باش يعطيهم بعض نظر، باش يفهموا أنه راهو مش لازم العنزة في السياسة، مثلا ماش تعنتيش في السياسة، اللي يدير السياسة راهو يجب يكون عنده خصال معينة. يعني أنت مش ويلي تنحي 3 وزراء و4 وزراء إذا كان يتطلب الأمر، حتى إذا كان كفاه. لذلك المطلوب، وأنا أدعو السيد رئيس الحكومة من هالموقع هذا أنه هو يتحلى بالحكمة الكافية هذه، وما يخليش روح هو لطرف، وما يخليش ولي كانوا طرف سياسي كما سمعناها أمس، وبعض الوزراء متاعه كما اللي شفته أنا واحد من أمس جايتهم في الناس يسكتهم، وأنه هو يمشي بنفسه كما دعا ليه رئيس الحزب الوزير قاسم السبسي. تحكي على وزير الفلاحة الباجي قاسم السبسي. إيه طبعا البارح يعني مثل كنا في حوار، أول ما بدأ الحوار يتهم فيه بقضية ما صارتش، يعني كيفاش تحب الحوار ينتي. نزل إلى مستويات الحقيقة معناها البارح اللي شيناه يعني وكنت بسألك على الموضوع. أنا نحب نقول لك معناها أنت ماشيين في حوار حول موضوع سيريانا، يبدأ الوزير أول تدخل يتهم طرف قدامه واللي هو داعيه باش يتعاون معاه في موضوع. تهمك أنت البارح وقالوا أنك أنت صرحت وكنت وراء معناها مسألة الأراضي الدولية. معناها حاجة منحية من الحياة لا علاقة لها بالواقع، مش موجود جودة مطلقا. ما عطيته بقوسين، انا عطيته اسبوع باش يجاوب، وانا عارف انه مش قادر يجاوب خاطر ما صارش. انت قلت له ما تجيش وزير وقلت له تكذب حشاك. اذا مش معقول انه هو ساعه يكذب لانه مش صحيح، لانه شنو ثم فرق بين الصدق. واحد يقول لك انت مش بوبكر، انت عبد جبار، ايش تقول له؟ قول له راك تكذب. ثانيا قلت له مش وزير، علاش؟ لانه مش معقول وزير المفروض جاي في فتره ازمه جاي باش يتهم في اطراف قريبه من فيسبوك. انت ما هو كيف انا المره اللي فاتت ما هو في زاده في تلفزه اخرى كان موجود واحد اخر وزير اخر ويبدو من نفس العائله، ومش عارف انه الصنعه هذه عائليه معناها موجوده، معناها انهم كلهم فتوا لها، معناها يجي يتهموا الناس. انت في فتره متاع ازمه وتازم، انا ندعو السيد حماد الجبالي كلم الوزراء نتاعك باش الوزراء نتاعك يجيو يتصرفون كوزراء، ما يتصرفوش كقارئي فيسبوك ولا يتصرفوا كناس متسيسين. انت كي تجي هو البارح حماد الجبالي دعاه للتهدئه، كلم وزارتك قبل كل شيء، قلت هيبه الدوله. اش معناها هيبه الدوله اذا كان الوزير جاي يكذب على الناس؟ إذا كان أنت معناها كوزير أول تحب الناس تعاون معاك باش نخرجوا من الاحتقان، أول شيء تعمله أنك ترجع هيبة الدولة في مستوى وزاراتك وتولي الوزارات تتكلم بصوت واحد. في ظل الأزمات محسن، سمحني في ظل محسن مرزوق عن حركة نداء تونس، في ظل الأزمات هذه عادة السياسيين تقاهم مع بعضهم معناها لإدارة أزمة مشتركة. هي إيش عملنا إحنا البارح؟ أنا أعطيك يعني نموذج. الأزمة اليوم والصراع اليوم ضد الفقر اللي هو عدو مشترك. أنا نحكي لك عن نموذج البارح، دعينا إلى حوار باش نحل القضية هذه. يبدأ الوزير أول شيء يقول لي أنت درشني الجهة والله العظيم مع احترامي ليها عمري مشتري في حياتي، ودرشني وعطيت أراضي أنا شنية موقعي باش نعطي أراضي الناس. وقتاش أنا كنت خارج من تونس حتى لجانفي 2011 عطيت أراضي ومخرجها من درشني وبدون أدلة وبدون الحوار هذاك. كيفاش الحوار يحب يبدأ مع أطراف مختلفة اللي كيبدأ بالاتهامات؟
نحن رغم ذلك شنو قلنا له في الخلاوة؟ صحيح أنه الحوار ونعتذر مرة أخرى واعتذرت للمشاهدين بعدها أنه نزل لي مدققتين على المستوى، لكن بعد ذلك حاولنا نتكلم بمستوى المسؤولية. أنا أدعو إلى المسؤولية، ما يسمى بالناس اللي خارج الحكم الناس سميهم معارض، أنا أقول خارج الحكم يلزم المسؤولية تكون عندهم في الحكم. الآن مسؤولية الحكم أقوى من مسؤولية منهم في الحكم. أنا أدعو السيد حماد الجبالي وبعض وزراء أنهم بعضهم يخلوا الحكومة تصرف كحكومة راشدة وعاقلة في بعقلية الدولة، فيها عاقلة وراشدة في الظروف. راهو احنا ما نحبوش العنف، وراهو التونسي ما يحبش انه يصير يصير في سريان، خاطر حتى في تونس العاصمة ولا يبدأ في صفاقس ولا في سوسة، اللي يصير في سريان يحس انه هو قد امنه. وحل سريان حل سهل، وقالوا لك الناس في سريان عقلاؤها ورجالها ونساها، قالك حل سهل، اعطوك اربع اشياء تجم تفاوض معاهم، تجم تقول لهم بلي حكيت الوالي هذية على غالب فيها كرامتي الشخصية نشوف فيها حل. راني مش نقيله اليوم، شنو اليوم في آخر نوفمبر، راني مش نقيله 5 جانفي ما يسالش، يتفقوا معاه الموضوع هذا، لكن حلحلوا المسألة هذه، وإلا فإنه يمكن تسير نار الهشيم. وإحنا ما حناش مستعدين في تونس الآن، أنا ضدك القضايا الثوروية كذا إلى ثورة ثانية في الظروف.